مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في قناة نور ودودي. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان ما عادش غير ايام. بعد ما نظفت الانتري معاكم في الفيديو اللي فات، وشوفوا دلوقتي هو بقى نضيف ازاي. هو كان مطرب بس زي ما قلت لكم، بس دلوقتي فعلا رجع كأنه لسه جديد. دلوقتي بقى هفرش الانتري قدامكم. زي ما قلت لكم الفرش ده انا اللي عاملاه وانا اللي قصاه. هتشوفوا دلوقتي بقى انا هفرش الحاجه بتاعت رمضان ازاي. طمطم مش باينه. معايا طمطم ومعايا كل الادوات، والفانوس ده بتاعي من وانا صغيره برضو لسه محتفظه بيه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الشهر يبقى حلو كده علينا ان شاء الله، والحاجات اللي احنا فيها دي تروح. دلوقتي هفرش الكراسي معاكم اهو. يعني انا بحب الحتة دي اكتر من الفرش، هي برضو بتحافظ عليه. وزي ما قلت لكم اعملوه على طول بالمكنسة، بتشفط التراب اللي فيه، افضل ما تداهي شكله بالفرش. يعني فرشت الكراسي اهو قدامكم، نحط بقى عليها حاجة رمضان. المناديل دي زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي. كده زي ما انتم شايفين المناديل دي كانت بواقي قماش عندي، كانت حوالي ربع متر. ربع متر دول انا عملت منهم 4 مناديل بالشكل ده. تقدري تحطيهم هنا، تقدري تحطيهم كده، اي شكل انت حباه. كل مره تشكلي فيهم. بعد ما قصيت الاربعه اللي باقيين عندي اللي هم من ربع متر، وديتهم للترزي عمل بس سرفلها عشان القماش بتاعك ما يكرش. وبالشكل ده زي ما انتم شايفين حلوه جدا. زي ما قلت لكم الميزه لما انت بتشتري القماش بيتبقى معاكي بواقي في القماش ده، تقدري ان انت تستغليها في حاجات حلوه زي دي. عملنا 4 اهو، ده الرابع كده على ظهره دلوقتي بقى على وشه. لما بتشتري انت القماش بتقدري تتحكمي فيه، والبواقي اللي عندك بتبتكري اشكال ان انت تعمليها بيها. شكله حلو قوي. هكمل بقى معاكم الفرش. دلوقتي بقى احط المفرش اللي هنا. هي بتعمل اصوات ليه؟ بصوا بقى هقول لكم على حاجه. ده المفرش اللي انا هحطه، تمام. وفي واحد كمان زيه اهو. والمناديل اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن متر قماش، والقماش عريض، فانا عملت منه مفرشين وعملت له الكنار ده، وطلعت منه الاربع مناديل دول. حاجة حلوة صح؟ عشان تشوفي قد ايه انت بتستفادي لما بتجيبي انت وتعملي الاشكال اللي انت حباها. وممكن تقصي اي قصه انت عايزاها، يعني ممكن تعمليه مستطيل، رانر، اي حاجه انت بتحبيها. حطيت المفرش قدامكم. هي طمطم زعلانه ليه؟ خير؟ مش عارفه، يمكن مش عاجبها المكان اللي هي فيه. احسن. هحط الفانوس ده هنا. تاني شيلي الفازه صح؟ مش عارفه. حلو. حلوة يعني؟ اه. يعني الفانوس هيبقى جنبها ولا المفروض هو اللي يبقى تاني؟ خلاص شيليها. كده هي تبقى جنبه كده صح؟ اه شيليها. اه ماما ملهاش لازمة صح؟ ماما قالت ملهاش لازمة. ممكن نطلع البازل بعد رمضان. حطيت الفانوس ده هنا، حاسة ان هو لونه احمر فشكله باين قوي وحلو مع الحاجات دي.
نور نور. دلوقتي بقى يعني انا حاسه ان هنا كفايه، هنحط بقى حاجات هنا برضو انا اللي عاملاها كلها. دي عربيه الكنافه ودي عربيه القطايف اللي انا عملتها معاكم. ده فانوس برضو، بحب الفانوس ده جدا، والفانوس ده برضو جميل، اللي هو الشكل الاصلي بقى بتاع الفوانيس، احجام متفاوتة. ده هنحتاجه برضو. الاستاذ بوبي قعدوا مع طمطم لان هي مكتئبة كده. انا بقالي فترة مأجلة الخطوة دي، بس كان لازم اعملها بقى. كل شوية اقول لسه بدري، بس خلاص يعني يا دوب هنضبط. والطابلو ده محتاج يتلمع صح؟ سهلة لمعي. هنضف بقى التابلو. لسه وقعت. قلت انضف يعني اشغل نفسي شويه. ما انت عايزه ايه اللي اتعمل لك في عيد ميلادك يعني؟ هو حاليا مع اللي احنا فيه ما فيش حاجه يعني، كده كويس. كويس ان هو متعملش اطول من كده عشان اطول. يلا يا أزع. اهو بقى جميل. حط بقى ميه. دلوقتي هنضف الخشب على السريع كده معاكم. انا برشه كل مره واحده، وبعد كده ببتدي انضفه واحده ضلفه ضلفه يعني. دي احسن طريقة ممكن تنضفي بيها الخشب بتاعك، وما يعني ما تقلقيش عليه، فعلا بيبقى نظيف وما بيحصلوش اي حاجة، بيبقى شكله حلو كده وبيلمع على طول الخشب. في ناس بتجيب خرطوم وترش حاجتها. والله في ناس كده. في ناس ما بتقتناش غير بالمية في التنظيف يعني. مش عارفه دول. دلوقتي هبتدي افرش معاكم الحاجه اللي هتتحط على البوفيه. اول حاجه هنحطها المفرش. انا عايزه اقول لكم ان المفرش ده انا اللي عاملاه، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفوه وتعرفوا طريقته ايه. تاني حاجة هحطها الفانوس طبعا. بعد كده هحط ده مدفع رمضان.
برضو المدفع ده انا اللي عاملاه. على فكرة هو طريقته سهلة وشكله حلو قوي. حطه هنا كده حلو. اعمليه كيرف شوية عشان يبان. ايوه اه جميل قوي. طبعا هو كل الشغل اللي فيه كرتون وقماش خيمة بس والشمع ده الحاجات اللي انتي تستخدميها فيه. كمان احط عربية الفول برضو. العربية دي انا اللي عاملاها، اخدت مجهود صعب قوي. الحاجات دي بتاخد وقت شوية بس في الاخر بتطلعي بنتيجة حلوة، وتقدري تعينيها من السنة للسنة ان انتي تطلعيها تاني برضو. كمان هحط العربية بتاعت القطايف، هحط لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان اللي حابب ان هو يعملها. وهنوقف معاها العروسة الحلوة دي. هي مسكت الفانوس ده امتى؟ كده كرسي عشان لو تعبت وحبت ان هي تقعد تستريح شوية. انا عايزه انا كرسي عشان اقعد استريح مش هي. ده شمع عشان ينور لهم. هما رجعوا الايام ما فيش نور. ايام الشمع بقى. طب والله المنظر حلو قوي. بصي تعالي كده بصي. هو اكيد حلو. في إيه شكله؟ ايه اللي هو الاصفر الزميل الفضي ده. ما هي ماسكاه. انا بقولك هي شاليته امتى ما ردتيش عليا. طب ما تاخديه منها، هو مش باين اصلا. مش باين ان هي شايله. اه ما تزعلش. ما تزعل ولا تتفلق. كان وزنها برضه. كان وزنها طيب. مش عارفه تقف بجد؟ حط حاجة تانية ولا كده متهيألي خلاص؟ هنحط فانوس. أول الجديد بقى كل حاجة. بص يا بنات كل سنة وانتم طيبين. طبعا ده كان الشكل النهائي بعد ما خلصنا وفرشنا الحاجة بتاعتنا اهو. اتمنى بجد انها تعجبكم. عايزة اقول لكم ان انا حاجات كتير قوي تقريبا معظمها هاند ميد. المدفع بتاع رمضان ده هاند ميد. العربية القطايف، عربية القطايف الجديدة دي انا عاملاها السنة دي ونزلت الفيديو بتاعها، وبرضه هحطه لكم في صندوق الوصف. حابة ان الحاجة تعجبكم. انا كده خلصتها كلها زي ما انتم شايفين كده، وبوجي وطمطم قاعدين هناك اهو. بصوا، ودي علقتها هنا انها تبقى ستارة. وعايزة اقول لكم ان الحاجة الهاند ميد بتبقى حلوة قوي، نتيجتها بجد بتبقى حلوة حتى لو متعبة شوية، بس هي فعلا بتبقى حلوة قوي. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. اتمنى بجد ان انتم تعملوا لايك كتير للفيديو ده لاني فعلا تعبت فيه قوي. وكل سنة وانتم طيبين. عايزة اشوف انتم عملتوا ايه في البيوت بتاعتكم، زينتوها ازاي، وتقولوا لي في الكومنتات لو حابين حاجة جديدة اعملها لكم. ورمضان كريم. مع تحياتي نور ودودي.